بسم الله الحمد لله والله أكبر كبير. نأخذ الآن الآية 165 من نفس السورة البقرة لبعض بكر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وما أكفرهم، يعني يحسب ربي ند لمن سواه، تكون ند للخالق الأوحد، تكون ند للعزيز المطلق، تكون ند للمشرع الأوحد، كون ند يا كلاب بالإنس والجن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وتعرضنا لهذه الآية عدة مرات، والذين آمنوا أشد حبا لله، نحن أهل آمنوا أشد حبا لله من مشروع حقيقي وزاد في حب لله كأمة محمد عليه الصلاة والسلام في كل العصور وكل الأمصار. والذين آمنوا وصدقوا حبا لله ولو ترى الذين ظلموا، أو لا يعني نهاية في الوضوح أن مصير الظلم مرعب، ولو ترى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ترى الأولى نازل على هؤلاء الظالمين، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله انتهى، ما عادش قوة لله، لا أمون ولا كمون ولا غيره غيره، ولا العزة والملائكة الأخرى، وبر الأرباب عبر التاريخ أرباب باطل ليس لهم أي شيء من الربوبية. الحمد لله أن لا ربوبية إلا للمولى سبحانه وتعالى، ولا عبودية إلا على الجميع من خلق الإنسان والإنس والجن والمجرات والإلكترونات كلها تحت إمرة الله طوعا أو كرها. نسأل الله أن نكون طائعين في أمرنا مع رب العالمين، ويبعد عنا كل إكراه من أي مأتى يكون مأتاه، والسلام على آل السلام.